العروض مش كده؟ ايوه جايين بعروض اقوى عرض في مصر. ايوه بالظبط اقوى كورس في مصر. اقوى كورس في مصر. احنا النهارده معانا عرضين للناس اللي وزنها فوق ال 100 وللناس اللي عندها 18 بس كيلو 20 كيلو زياده. احنا بنحاول ناخد كل الفئات، اللي عنده 20 كيلو، اللي عنده سمنه بس موضعيه، اللي عنده فوق ال 100 وزن زياده. طيب انا اللي فوق ال 100 جاي اقول لهم النهارده احنا معانا كورس ل 12 اسبوع. ايه ال 12 اسبوع بقى؟ 12 اسبوع يعني انا 12 اسبوع هنزل؟ يس. احنا في ال 12 اسبوع دول بننزل في الشهر اللي هو اربع اسابيع من 15 ل 18 كيلو. تمام. بيبقى العرض جاي معانا ايه بقى؟ ثلاث انواع كبسولات وثلاثه اعشاب وثلاثه نقط. طب الترهلات هنسيبها؟ لا، معاهم مجانا كريم لشد الترهلات وعشان يضيع الستريتش مارك الحمراء والبيضه اللي في الجسم. الله، حلو قوي. اصبح عملنا العمليه متكامله. تمام، ده اول عرض. تاني عرض عندنا، احنا عندنا ناس عندها سمنه موضعيه، عندنا ناس عندها مشكله في 10 كيلو 15 كيلو، دول بياخدوا كورس الشهر اللي هو الاربع اسابيع فقط. تمام. طيب والترهلات معهم برضو الكريم مجانا، بيجي لك كبسولات ونقط واعشاب وكريم مجانا. لا، طيب احنا هنعيد تاني يا ريم. كبسولات هنقول الخصم ونقط. اه لا ده خصم، استنى انا مش عايزه الناس تتوه. يعني في خصم كمان. احنا عندنا خصم 70% على اي نوع من انواع الكورسات، سواء الكورس الفردي او الكورس الترابل اللي هو ال 12 اسبوع اللي هو الثلاث شهور، بلس ان احنا كمان معانا الكريم هدايا مجانيه. الله، هدايا وخصومات. اه طبعا سنه 21 اول مره اطلع معاك يا شيخ. ان شاء الله خير. ايوه طبعا طبعا. يعني هناكل شاورما؟ هناكل شاورما فيها زيوت. هناكل كل حاجه بمنتهى الامان. شفت التوميه انا عملتها ازاي؟ شفت التوميه والريحه لوحدها يا شيخ فظيعه. ريم، انت قلتي في الاول في بدايه الكلام ان احنا 18 ساعه انا تقريبا شهيه عندي مسدود. على فكره في نظام كده دايت بيقولوا عليه، نظام كده الصيام متقطع، بيقعدوا برضو المده دي، بس هي بقى بتبقى حرمه نفسها. حرم نفسي وبنقص جسمي من كل العناصر اللي جسمي محتاجها، فده مش صح خالص يا شوشو. انا لازم ادخل للجسم كل حاجه هو محتاجها بس بقدر معين، وعشان كده بنقول فيه 20% تاكلي فيهم اللي انت عايزاه.